مرحبا بي ماي جايز، بتطلع عليكم بحلقه جديده لليوم، واليوم ضيفتنا كاميليا رزق من صالون فولا بيوتي لاونج تنحكي اكثر عن الشعر، الرفعات يلي دارجه لها الصيف، ونحكي شوي عن موضه شتاء 2017-2018. اهلا وسهلا فيكي كاميليا. بونجور، يعطيك الف عافيه. مرسي. وكمان مره بدي اقول مرسي لايف لك اليوم من استوديو على اهتمامك فيني وبشعراتي يوميا. كثير بحب شو بتعملي لي بشعري الوان، ومع انه انا ما كثير بكون انتو الموديل اللي انت براسك، او مثلا اللون كيف او اللوك كيف بده يطلع. قد ايه هين انك تقنعي ناس، خاصه مثلي انا حدا بكون مخلص معود على ستايل معين، انك تغيري لهم اللوك تبعهم وان يكونوا هالقد راضيين؟ بمجرد رنا ما تعطيهم الفكره، تعرضي عليهم الفكره انه هذا الشيء بيلبق لك، وهن اذا هن بيوثقوا فينا اكيد رح تقبل. الصبايا كلهم بيقبلوا لما هن بيجوا لعنا وبيعرفوا لوين جايين. يعني بس يقصدونا فولا بيوتي لانج ونحن بيشوفونا كلنا صبايا، كثير بناخذ وبنعطي مع الصبيه، فبترتاح عنا. وبس ترتاح يعني اكيد حتقتنع. صح. ولما نحن عم نعمل لهم شيء اللي بيلبق لهم مره على مره، ولما بتلاقي ظهرت من عنا وتلاقيت كثير أصداء حلوة، فدغري تاني مرة بتجي بدكم يعملوا فيه. صح عن جد، وأنا هيك بقول لك لأنه عن جد يمكن أول ما فتحنا نحن غمقنا على الشتاء، رجعنا فتحنا هلا. بالأول ما كنت حابة، ما كنت متقبلة، عرفتي إنه اللون هالقد فاتح، بس هلا كثير بحبه. من أول يوم طلعت من الصالون من عندكم بتذكر إنه كثير أخذت شيء حتى هون والكاميرات وهيك، قال لي شغله كثير حلو على الكاميرا طالع لون الشعر، ما كنت أنا هالقد شايفته حلو قد ما هلا بشوفه بالحلقات على التلفزيون أو بالصور. فانجرام يعني رنا بتعرفي حتى في كثير بيجوا لعنا من منطقة وبيسألوني إنه رنا عندها لمعة بشعرها كثير حلوة. فكمان بقول لهم انه نحن بنعمل ماسكات وبنهتم تهتمي بشعرك وبتسمع الكلمه. صح، لانه عن جد اوقات واحد ما بيكون عنده وقت، بس وقت تروحوا على فولا بيوتي لاونج الا ما يلاقوا لكم وقت، حتى لو 15 مينوت تقدروا تعملوا ماسك لشعركم، باندريل، او حتى انتوا عم تعملي مانيكير او بيديكير، او حتى لو عم تحكي عم تعملي ليزر او حيلا شيء، المهم يعملوا ماسك للشعر. هي السيده او الصبيه يلي يعني بس بده يكون عندها النيه انها تعمل تهتم بحالة بتلاقي الوقت، وهي عم تعمل البراشين كمان فيها تستفيد من الوقت تعمل ضفيرة. يعني عنا اوقات بتكون المدام قاعدة عم تعمل ميك اب نايمة هي، او تكون الصبية عم تعمل لها ضفيرة وهي نايمة مرتاحة عم تعمل ميك اب. يعني بس يكون عندهم النية منوفر الوقت فيها تستفيد من كذا شغلة، بس يكون هي انه هي حابة تهتم بحالها 100%. وعن جد عم بحكي انه اليوم الصبايا يلي فوق بوجهنا تحية كلنا سوا، ان كان ربا ان كان نانسي ديانا روز، تعرفي كل اللي بيجوا لعنا بينغرموا بالتيم اللي عنا. الصبايا كلهم مهضومين وكتير شاطرين. صح، كلهم بحبوا. في حدا نسيت اسمه؟ سولير حبيبة قلبي، وجهنا تحية كبيرة كمان على سولير. يعطيكم ألف عافية وميرسي على كل شيء بتعملوه معي. خلينا نحكي شوية عن الموضة. هلا عم نحس بشوف المشاهدين إنه أوقات مش على طول مصفصف شعري، يعني مثل اليوم إنه عادي معمول براشين، بس إنه كتير ناتشورال لدرجة إنه عم بيغير الفرق، بقدر تكون إنه بالحلقة مرتاحة مش مصفصف هالقد، رايحين على الأشياء الناتشورال. مظبوط. بتعرفي هيدا بهالأيام هيدا يعني كل العالم بتطلع بالصور تبع كل سيدة بتطلع بالصورة تبعها القديمة بتقولي خي إنه قد إيه عم نصغر. كلنا عم نصغر لأنه صرنا نعرف نهتم بحالنا، صرنا نعرف كيف شو اللي بيلبق لنا نعمله، والاشياء الناتورال يعني الترتيب كتير حلو. بدها تعرف ترتب حالها تعمل شيء اللي بيلبق لها. هذا الشيء اللي عم بيخلي الكل يصغر، مش حدا عم بيكبر بقى. 100% عن جد. كمان شو الالوان الدارجه؟ ضروري يروح الواحد على الاشقر او في اشياء ثانيه؟ اكيد لا، مش ضروري انه نروح على الاشقر، بس التفتيح حلو بالصيف. يعني ولو هيك رفله صغير مثل شعراتك، ليك قد ايه مهضومين وعم بيلبقوا لك. تفتيح شوي كتير احلى، ما يطلع اللون ناشف لون واحد. يعني اكيد بالشتاء بنرجع بنروح على الغامق. صح،
صح 100%. هلا ايمتى رح نغمق؟ باخر ايلول. هلا كثير حلوين شعرات رانا، كثير عم بيقولوا لي انه شعرات رانا كثير حلوين. ثانك يو. وعم بنبسط فيهم حتى بالاعراس او المناسبات او العشوات شو ما يكون عندي، عن جد عم بنبسط فيهم لانه بتحسيهم ضوئيين بالصيف، وخاصه مع البرونزاج عم جد عم بيعطوا اكلا كثير حلو للوجه، عم يفتحوا الوجه. ايه مزبوط، ما مع الميك اب يعني عن جد بيطلع كثير حلو. شو يلي دارج هلا؟ خبرينا رفعات العروس عم بتروح على شو؟ كمان هلا العروس كمان بدها شيء ناتورال، فينا عم نعمل لها رفعه كثير مهضومه كمان ناتورال. يعني كانوا قبل الصبايا بس يسمعوا انه شيء نيو، يي لا لا مثل الماما مثل التيتا مثل، بالعكس هلا هن الصبايا عم بيطلبوا رفعه مهضومه ناتورال، عم بتضينهم كل يعني عم تعمل شعرها من الصبح، عم بتضل سهره العرس عن جد عم بتروح تفك شعرها بالاوتيل بعده مثل ما هو ناتورال بس بضاين. بتعرفي هلا بالشوب يعني وعندها نهار طويل ومتعب. 100% الكل بحب انه يكون عن جد مرتاح بشعراته. وكمان اذا بدنا نحكي شوي عن الدو كوافير اللي بيعملوها بالعرس، اوقات بتحسي عروس رافعه بالكنيسه او العكس فالته بالكنيسه وعلى السهره بترفع بعدها موضه. ايه بعدها، بس اكيد هذا بيرجع لكل صبيه هي شو بتحب. ونحن كل شيء بنعمل بفلا بيوتيلانج، يعني اللي بدها تفلت شعرها على عرسها اكيد انا بقنعها بالاشياء اللي هي ما بتعرف فيها، بعطيها افكار وبعطيها رايي وبترجع هي شو هي بدها تكون مرتاحه العروس بالنهايه. يعني هي شو بتحب هذا نهار عرسها هي عم تحلم فيه، فهي شو بتكون حابه بس نحن بنظبط باللي لازم نعمله. بنعمل بنقنعها بين الرفع وبين الفلت، بتحب هي بتكون جربت الاثنين، بتعمل على العرس شيء مع التاج مع بتعرفي في الطرحه اكيد، بس تروح على السهره فيها تفك بيكون كثير كثير هين، ومنعلمهم كيف يحطوا الطرحه وكيف يشيلوها، عن جد عم بتكون كثير مرتاحه 100%. كمان يا اليوم كل الستات وكل الصبايا بيكونوا على البحر، يمكن اكثر ناس او اكثر الصبايا والستات بيروحوا يعملوا ماسك كمان على البحر بيستفيدوا من الوقت. واليوم انتم عندكم ماسك بالصالون كثير حلو وكثير مهم، يلي هو يمكن البيرل بيرلي كثير حلو، انا بنصح الكل انه يستعملوه. عشان هيك هالقد الست بتستفيد انه تكون عم تعمل روزاج في ذات الوقت عم تهتم بشعرها. انا بنصح الكل بهذا الشيء، انا بنصحهم انه عن جد نحن بالشمس هلا كثير بتاذي، فقديه نحن بنصير خايفانين وعم نحط اكرام وخايفانين من الشمس، كيف شعراتنا يعني نفس الشيء، يحطوا ماسك هن على البحر، يحطوا الماسك هيك بيكونوا حميوا شعرهم وحميوا من الماء، عملوا ماسك بنفس الوقت وهن كمان ما اخذ من وقتهم. صح 100%. هيك قاعدين ومرتاحين او عم بيتسبحوا كمان مثل ما الشمس بتاذي كمان ميه البسين الكلور كمان بيأذي الشعر. بدي اقول لك كمان الاشخاص اللي على طول بيعملوا براشينج مثلي او يلي عندهم على طول مناسبات او بيغيروا كذا، يعني الصبح يمكن هلا اللي بعد شوي انا عندي رفعه عندك بالصالون يعني بجي هيك بروح بغير شيء، قد ايه مهم انه يشتغلوا على شعرهم ان كان الاويل اللي بيستعملوه ان كان الشامبوان ان كان الماسك ان كان التخفيف كمان البراشينج قد ما فيهم. هي اكيد هلا بتعرفي كل حتى فينا اللي ما بتحب تعمل براشينج كل يوم او ما عندها وقت او اللي بدها تريح شعرها، انا بقول لها اعملي كيراتين. الكيراتين ما بيخوف، الكيراتين كثير منيح بس يكون عم يستعملوا البرودوي المضبوط يلي هو عن جد كيراتين، يعرفوا شو عم بيستعملوا اي برودوي ويعملوا كيراتين، بضينهم 7 أشهر للسنه شعرهم عم بلمع ما في وبر، مرتاحين ليس مرتاحين من البراشينج مرتاحين من الاستشوار وبذات الوقت النتيجه اللي بدهم اياها. صح وعلى طول مرتبين، يعني هذا الشيء اللي كمان عم بتروح كل يوم على شغله صبيه مرتبه ومنه اخذ من وقتها ابدا، وهي حميت شعرها وقت اللي بدها تعمل ويفي اكيد ساعه اللي بدها وقت اللي بدها من بعد الكيراتين، يعني هي ساعه اللي بدها تعمل براشينج فيها تعمل اكيد. على شو متجهين على الشتاء؟ اي الوان؟ الالوان الغامقه، وكمان بنرجع شو الصبيه بيلبق لها، يعني في منهم بيلبق لهم الشقار، اذا بغمقوا دغري بيرجعوا لا بدنا نغير بدنا نرجع على الاشقر. يعني خلينا كل صبيه خليها كل سيده عن جد تعمل هي شو بيلبق لها،
اكيد شوي من الدارج بس هي شو اللي بقى لها هيدا اضبط يعني. صح 100%. واهم شيء اليوم اذا بدكم تعملوا اي شيء بشعركم لازم تروحوا على الناس عن جد مختصين، عن ناس عن جد بيعرفوا بالشعر وبيعرفوا اي الوان يخطوا، لانه للاسف اليوم بنشوف الوان كارثيه كمان. وانت بتعرف عن شو عم بحكي، يمكن بيجوا الوان مضروبين لعندكم على الصالون، ضاربين شوي على اورانج شوي على اصفر شوي على بني، يعني هيك باهت، ويمكن للاسف ضحية بتكون الست مشان هيك او الصبيه. مشان هيك على طول بنقول انه لازم تكونوا عم تروحوا عند ناس مختصين بشغلهم، خاصة فولا بيتي لونج يلي نحنا صارت شدتنا مجروحة يمكن فيكم، خاصة أنا. بقى لكل حدا عنده أي سؤال بيتصل فيهم على الرقم 01902167، وكاميليا حاضرة ويارا وسوزي تيهتموا فيكم إن كان ميك أب شعر وضفير واهتمام بالجسم. شو بتحب تقولي كلمة أخيرة قبل ما نختم؟ بحب إلا للصبية كمان يلي بتكون عم بتحضر لعرسها، كمان موجود عنا الأكسسوارات وكل شيء بيلزمها للعروس، فمن دون ما تتعذب وتبرم وتضيع وقتها. أنتوا بيرمين عنا وجايبين أحلى شيء، وأكيد رح ندغري ندلها شو اللي بدها إياه وشو اللي بقى لها. صح، وشو اللي بيلبق مع فستانة. أكيد. يعطيكي ألف عافية، ميرسي كتير. في شيء ماسك طبيعي هيك بتنصحينا فيه بالصيف قبل ما نختم؟ ماسك طبيعي من الشعر بقول لهم لسه بيضة ولبن هاي بيقولوا صاروا يستعملوا البيض والزيت زيتون وهيدا، بس انه طالما لا مش ضدهم ابدا، بس طالما عم تستعملي شيء طبيعي موجود يعني شو ما تحطي على شعرك رح تستفيدي، يعني حيكون انه عم تهتمي بشعرك. بس في عنا السيروم، في عنا الماسكات الموجوده واسعارها كثير منا غاليه، وعلى قليل بتعرفوا انه الريزلتا مضمونة. مضمونة مش انه عم تجرب خلطة ممكن تزبط. شو فضل من الطبخة من حفظه. شكرا لك كمان يا رزاق. مرسي رانا، مرسي لك ومرسي لكل اللي عم بيحضرونا، منتشكرون ومنقلهم اهلا وسهلا كل اللي عم بيحضرنا وعم بيجي لعنا ويقلنا نحنا شفناكم على الصدى، مرسي لكم واهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك كمان يا رزق. اكيد رح يكون لهم سبيشال برايس بفولا بيوتي لاونج، كل حدا بيحضرنا وبيروح لهونيك ان كان بالميك اب ان كان بالشعر ان كان بالجاست يلي بقدموه بفولا بيوتي لاونج. لهون بتكون وصلت حلقتنا للختام، بشكر كل يلي تابعونا لليوم، مرسي لك كاميليا، مرسي ليارا زكريا اليوم على الميك اب. بكره حلقه جديده، ما تنسوا فيسبوك بيج قصدة تي في، الى اللقاء.